هيت لما تشغل اللعبة بتوقع منك انه يطلع اشي زي هيك. يعني مثلا هاي اللفة الاولى، هاي البلاير الاول، تمام؟ انه انت في عندك كوماندر مثلا، وانه الرتبة تبعته كابتن، وفي عندك سولجر، تمام؟ هاي اللايف تبعته والبوزيشن، تمام؟ هاي في عندك شخصية تانية، هاي في عندك شخصية ثالثة، تمام؟ هذا كله للاعب الأول. في عندك فاصل هيك، بعديها بيجي اللاعب الثاني. في عندك الكوماندر تبعه والرتبة تبعته أعلى، كولونيل. نعم، هاي البوزيشن تبعه وهاي اللايف تبعته، تمام؟ هاي الشخصية الأولى، الشخصية الثانية والشخصية الثالثة. حقيت خلصنا الجولة الأولى، نيجي الآن للجولة الثانية. فبالتالي أنت عندك هنا اللايف تبعته تغيرت، وهنا البوزيشن تبعه تغير، وهكذا لغاية لما في الآخر إنه هاي جولات 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 هيك للآخر، لغاية لما بالضبط جيم اوفر. تمام، ممكن تطبع على الشاشة انه هو مين الخسر انت عندك، تمام؟